اخوانا دي علبة بتاعت بوتان، بتاعت تونة بوتان، صناعة تايلاندية، كاتبين فيها الوزن الصافي وأي حاجة، شايف؟ يعني ما شاء الله، يعني ده السمك، ها ده السمك. لحم تونة خفيف، لحم تونة خفيف، يعني ما قصروا، صنعوا يعني قطعة فاخرة جوا متماسكة، وصنعوا هذا كيف اللي أبي فوق، تدخل يدك اصبعك حتى مرسوم، يعني حتى رازمين عشان تفتح كيف طريق، عشان سلامتك، لسلامتك تدخل اصبعك كيف، يعني طريقه الفتح بتاع العلبه، يعني ما قصروا، صنعوا لنا وجابوا لنا احنا هنا العرب ديل، يصنعوا لنا الخواجات ويجيبوا لنا، يجيبوا لنا احنا. حلو، يلا شوف دي صناعه 100 100، لكن عليك دينكم وايمانكم، عليك دينكم وايمانكم. شوفوا الغبي ده فاتحه من وين يا اخي، نعل ابوك لابو لعلمك لابو جاب الصناعه بتاعت الغرب دي هنا ذاته، يا اخي فضحتونا مع الناس يا ناس، والله العظيم فضحتونا يا عم. لك قفل بهنا، تفتح هنا هذا، تفتح هذا، تفتح هذا، تفتح تجر كده، تفتح دي، تدخل اصبعك هنا، تفتح العلبه، تطلع السمك حقك، تكبه تكبه وتاكله كده، تفتحها بهنا على دينك. اخواننا ده كلام، ده فهم شنو ده اخواننا؟